انا من الصغر وانا كنخدم فهمتيني، خدمت بزاف ديال الحاجات يعني من الصغر ديالي وانا عندي ديك الخدمه كندون صباخ. ومن بعد مشيت بزاف ديال الخدمه، خدمت بزاف ديال الحاجات، بديت كنعمل اغاني ديالي، مشيت كان ستوديو كنسجل، تعلمت ميكسير راسي وكنعمل هادشي ديك كامل راسي وكنكتب اللحان. من الصغر ديالي وانا كيعجبني نعمل بزاف ديال المشاريع ونتعلم بزاف ديال الحاجات، اي حاجه كيعجبني نعملها عليها انا عمرك تشوفني واقف، يعني سواء عملت هذه نقدر نعمل شي حاجه اخرى مع الوقت ان شاء الله، ونزيد شي حاجات اخرين ونقدر نعاون حتى الشباب كما عملت اخر مره انتاج لواحد الولد صاحبي عماد بن عمر، نقدر ان شاء الله مره المجد نعاون نعمل شي حاجات اليوم زايدين ان شاء الله لشباب اخرين ان شاء الله. انا كنخدم ماشي باش ندي جوائز ولا شي حاجه، انا كنخدم باش نجمع البيبليك ديالي والناس تزيد تبغيني ويفرحوا بيا وندخل الفرحه للدار، هادشي اللي كاين. مزيان ان الانسان يعني يقدر يشوف مع عند شي واحد شي حاجه ويحاول يعمل بحاله، ولكن الانسان مزيان انه يكري السيل ديالو. انا كنحاول انني نبعد من اي واحد، كنكري السيل ديالي، كلمات جدادين بطريقه اللي هي جديده، اسلوب اللي هو جديد، الحان جدادين، كليبات والافكار ديالهم يكونوا جدادين باش تقدر تميز. ودا بغيتي تبان كنتقاتلوا صافي هادشي اللي كاين. انا هاد الساعه فرحان بلا كولابوراسيون اللي عملت مع تيوتيو ودي جي حميده، فرحان بهم بزاف. واستار ويكو كما كتشوفوا انتم اليوم هذه المره هي مرشحه، باقي ان شاء الله مع الوقت. واذا كانت شي حاجه شي ديو ولا شي حاجه ان شاء الله علاش لا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.